يسعد صباحكم أحبائي، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا وفقرة الأبراج لهذا اليوم. أكيد أحب أرحب بكم جميعا، وتحية صباحية مليئة من كل قلبي لكم بالخير وبالسلامة، ودائما قضاء الحوائج والرضا، هذه أهم شيء. أكيد أصبح على زميلي عمر وسجا وعلى كل زملائي في كادر قناة الرشيد بكل مواقعهم، أقول لكم صباح الخير جميعا، والله يوفقكم ويقويكم على التعب. أكيد سألني عمر، قال شنو رأيك باللي يعني دي يرسمون على أظافرهم؟ ما أدري، هو الفن، ويعني الفن بكل شيء دخل في عملية طهو الطعام، وفي عملية التزيين، وفي عملية الأظافر، وفي الأزياء، وفي كل شيء. أنا أرى أنه الإنسان إذا زين نفسه بالفضائل هو بالدرجة الأولى، هذا الأفضل، أحسن مما أزين أظافيري. طبعا أكيد هو فد شيء من الفنون إحنا نحترمها جدا، شيء حلو أنه الإنسان يعني يتفنن في أبسط الأمور، لكن التفنن الأساسي والطبيعي والضروري هو أنه نزين سماتنا الإنسانية، ونزين أخلاقنا، ونزين داخلنا، ونزين روحنا، لأنه هذا راح يكون أهم من الأظافر وأهم من كل شيء. اللمة والطيبة والمحبة والبراءة، أرى أنه هي هاي اللي تزين إنسان وليست أظافره. على العموم أنا أبدأ حديثي وياكم بإن شاء الله الحديث عن الكسوف الشمسي اللي راح يحصل يوم 2/7. أحبائي، الكسوف الشمسي ذكرت عنه البارحة، وذكرت راح أبقى أذكر عنه هذه الفترة. هو ظاهرة طبيعية، يعني أكو قسم من الفلكيين يعني يحسبون أنه هاي الظاهرة هي شيء يعني إلى تأثير قوي، وينطون في التوقعات يمكن الإنسان من يقراها أو يسمعها أو يطلع عليها يعني يصاب بشيء من الذهول، أو يعني يرى إلى وقع الأمور بشيء يعني مليء بهالة القلق. أحبائي، سبحان الله عز وجل خلق هذه الظاهرة و تتركز في ذلك مقدرته. علم الفلك وليس علم أنه إحنا نعرف كيف أنه تدار الأمور، أو ممكن أنه نعطي نصيحة فلكية حسب حركة الكواكب، أو نعرف الأشياء كلها بإيد الله أكيد، لكن الإنسان يتوقع. إحنا مثل ما نقعد الصبح نتوقع أنه مثلاً ممكن أنه يجينا خطار العصر، نتوقع أنه مثلاً الإنسان يمر في تجارب في حياته، نتوقع. فالتوقعات دائماً مكفولة ومثل ما يقول مشاعة. إضافة إلى ذلك، لأنه هالكواكب سبحان الله خلق كل شيء يؤثر ويتأثر، كأنما عائلة واحدة، السماء مع الأرض، لا فض مع بين السماء والأرض. واللي يرى ويطلع على عالم الفلك سوف يعلم بمقدرة الرب سبحانه عز وجل بالحساب والترتيب والنظام، وكأنما يعني فتشيء يعني قوة 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 عظيمة، قوة تستحق كل تمجيد واحترام. فهي ظاهرة طبيعية قبل كل شيء، ما أرجو أنه يصيبكم القلق، لكن نتيجة لكون أنه هؤلاء أو هذين النيرين واللي صاير الأرض بنصفهم ممكن يأثرون على البشر، فهذه الفترة تعتبر قبل يومين وإن شاء الله بعد 3 أيام من وضع الكسوف الشمسي. الكسوف الشمسي رح يكون كلي في يوم 2/7 الساعة 10 مساءً، يعني إحنا ما راح يبين عندنا في منطقة الشرق الأوسط، يعني إحنا عندنا ليل، لكن الإشعاع الكوني ما يعرف لا ليل ولا نهار، ينزل إلى بواطن الأرض. فلهذا السبب اللي الأرض محاطة
مغناطيس قوي، هذا اللي يخلي يساعد كثيرا الإنسان على الثبوت على الأرض والمشي. يقول العلماء أنه هذا المغناطيس اللي يحيط الأرض والمغناطيس اللي موجود في جسم الإنسان، وهذا اللي إحنا نركز عليه للأبراج المغناطيسية والكهربائية، وهل وسائل الجذب هي اللي تساعد على أنه الإنسان يستطيع أن يحافظ على جاذبيته في السير على الأرض. لو مثل ما نلاحظ أنه رواد الفضاء من يطلعون إلى زيارة الكواكب الأخرى أو غيرها، نلاحظ أنه يفقدون الجاذبية يطيرون بالهواء. فهذا فتشي يدعو أنه سبحان الله خص هالمكان هذا، مجرد أني مشيتي على الأرض بثبات هذا يمجد اسم الله سبحانه عز وجل. فكل شيء يؤثر ويتأثر. الشمس قوة هائلة، وإحنا حسب ما نعرف وعلى أساسها بنوا العلماء يعني فرضياتهم ونظرياتهم، قوة نووية هائلة تعزى إلى النجوم، لأنه النجوم هي قوة نووية وليست مثل الكواكب. الكواكب أحجار وبها في داخلها مكونات وغازات معينة، وكل كوكب سبحان الله خاصة بشيء أو بميزة معينة، بلون معين، بطبيعة معينة، بغاز يحيطه، عدد الأقمار الموجودة عندنا. إحنا عندنا هالقمر وهالنير، ويأثر على السوائل بصورة عامة. فلما يجي يحدث كسوف أو خسوف، وإذا كان الكسوف كلي معناه أنه هناك درجة من الإشعاع الكوني راح تصدر وتدخل إلى أجواء الأرض من النيرين الشمس والقمر. الأرض راح تستقبل مثل ما تستقبل بقية الكواكب، لكن إحنا على كوكبنا اللي يهمنا ذلك. فلهذا السبب المفروض قبل يومين، وهذا هو ما يحدث، أنا قبل يومين لا أتحدث عن هذه الأمور، وبعد 3 أيام، يعني المسافة تبدأ من اليوم إلى حد 5 بالشهر. هذه الفترة ينتقل بها القمر. القمر هاليوم في برج الجوزاء، ورح يكون في برج السرطان في يوم إن شاء الله 2/7، ورح ينتقل المريخ يوم 2/7. فرح أحير على من أحكي، رح أحكي على الكسوف، بس لابد أنه نتكلم عن الكسوف قبلا، لأنه يجب أن يحسب حسابه قبل يومين وبعد 3 أيام. رح يعقب الكسوف الشمسي خسوف قمري في يوم 17 أيضا من شهر تموز. فهذه الأشياء ممكن أنه أيضا يتحسب لها حساب قبل يومين وبعد 3 أيام. يعني شهر تموز رح يكون به حركة فلكية قوية تتميز بأولا حركة القمر، الكسوف والخسوف، حركة المريخ، وحركة الزهرة وعطارد. لتلاحظون 5 هؤلاء رح يكون لهم يعني مجال. فعندنا شهر 7 في الكثير من الحديث الفلكي والنصائح اللي ممكن أنه نقدمها لحضراتكم في هذه الفترة. لا نرجو أنه يصيبكم الرعب من هذا الشيء، إنما هذه هي ظاهرة طبيعية تحدث كل سنة. أكو قسم يعني ما أعرف يعزولها إلى أمور وأشياء، والتوقع العام الإنسان يتوقع إذا أكو هيجي شيء، يعني إذا أكو ظاهرة كونية وأشعة راح تنزل من الشمس ومن القمر على الأرض فنتوقع. يعني القمر يختص بالسوائل، إذا نتوقع بالكسوف هذا ممكن يحدث فيضانات. فالدول اللي ممكن أنه تكون بيها متأثرة بالكسوف ممكن أنه يصير فد مد وجزر قوي يأثر شوية. سوائل الجسم الإنسان وكل الكائنات الحية اللي موجودة عايشة على المياه، المياه تشكل نسبة كبيرة في أجسامنا. فلهذا السبب نحسب حساب إحنا للقمر في الحالات الاعتيادية، كم في الحرى لما يكون في كاملة وخسوف أو كسوف كلي أو
الخسوف اللي يخص القمر. فمعنى هذا انه السوائل راح يكون بيها تاثر. طيب الكسوف ده يحدث في برج مائي اللي هو برج السرطان. طيب برج السرطان هو طبيعه المياه، فاذا هناك اشياء ممكن ان نتوقعها في المياه، يعني لا اعرف، او المحاصيل الزراعيه اللي تخص المياه. احنا عندنا الانسان ممكن في فتره الخسوف والكسوف المياه بجسمه تقل، يشعر بشيء من لما راح تقل المياه في جسمه او السوائل في جسمه، ايش راح يشعر؟ دوخه، اكتئاب، الدم ما يوصل زين الراسة، فهذا يعني انه هناك صداع، ارق، انزعاج، جسمه كله ما يمشي عدل. اكو قسم من الناس يروحون الى الاطباء يقول له ترى يعني ما قادر، يعني ما ادري ايش بيه، فيقول له يابا انت عندك جفاف، يجب انه تاخذون كم من المياه بطبيعتها، لا ازيد من اللازم ولا اقل من اللازم، هذه حتى نحاول قدر المستطاع انه نسيطر عليها. القمر كوكب يؤثر بي على الرومانسية، على الشاعرية، على الخيال الخصب، على الحساسية المفرطة، على الإلهام الروحي، على قوة العاطفة، وعلى حب الحياة. ففي الفترة التي يحدث فيها الخسوف والكسوف يصبح من الصعب السيطرة على عواطفنا، نرى العاطفة متذبذبة بين الحزن، بين شوية الانقباض، بين يعني شلون نقول ما نقدر نسيطر على عواطفنا، بين العصبية المفرطة، وهذا سببه انه السوائل بالجسم ده تنسحب. اخذوا مياه قدر المستطاع في هذه الفترة، يعني مو لان الحد الطبيعي للانسان، الحد الطبيعي للانسان ضروري جدا في هذه الفترة نحافظ على سوائل جسمنا، لان هاي لها توابع، مثل ما مثلا عندنا البوتاسيوم من ينخفض بجسم الإنسان، المغنيسيوم من ينخفض بجسم الإنسان، فيتامين دي، نلاحظ أنه أكو فد عوارض معينة يشك أنه الواحد يقول يا ساتر يا ربي، يعني يمكن عندي فد تراجع صحي قوي، أو فد موقع، أو فد مكان في جسمي يمكن تالف، يروح يراجع يلقى عنده نقص فيتامين. فنقص السوائل يلعب دور كبير في ظهور أو تبيان أعراض مرضية، أهمها الصداع، الدوخة، الاكتئاب، ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، أكو هالتذبذبات. فاللي عنده هالأمور ينتبه، خصوصا وإحنا في جو أجواء تتسم ما شاء الله ما شاء الله بالحرارة الشديدة، يعني هالأمور هذه الإنسان يأخذها بنظر الاعتبار. الشمس اللي هي راح يصير عندها الكسوف، الكسوف يخص الشمس والخسوف يخص القمر. طيب الشمس ماذا تعتبر؟ النشاط، الحيوية، الجهد، الطموح، القوة الشخصية، الجرأة، الذكورة، لأنه يرمزون لها إلى الأب وإلى السلطة، والزهرة هي الأم والأخت والزوجة. فهذا الشيء يحدث أنه من يصير هالأمور راح يصير عندنا قلة نشاط، قلة جهد، قلة حيوية، قلة صبر، يعني شلون هالأشياء أكو تفاوت، فيصير من الصعب الإنسان أنه يسيطر على عواطفه. فلهذا السبب إحنا نقول أنه يومين قبل الكسوف ويومين بعد الكسوف ننتبه إلى هالأمور، أنه ما نتخذ فد إجراءات معينة تخص أمور العاطفة، ولا ننساق ويا عواطفنا، لأن عواطفنا في هذه الفترة مضللة، مضللة جدا. لا ينصح ببدء مشروع جديد كأن يكون فتح مشروع ما، أو عقد خطبة أو زفاف أو بيع وشراء، أو اللي ممنوعين مثلا عندنا مجاميع العقرب، البيت اللي يخصهم هو بيت السفر، فيعني يحاولون ما نسافر في هذه الفترة. هذه الأمور أشد كذلك على فد شيء معين، إنه المرأة الحامل، المرأة الحامل
المفروض أنه في اليوم اللي تم به الإشعاع أو يصل به الإشعاع على الأرض تحاول قدر المستطاع أنه ما تعرض نفسها للأشعة، يعني مو تطلع برا تشطف الطارمة ساعة وهي حامل والإشعاع الكوني دا ينزل على الأرض، لا هذا خطأ. يعني يفضل المرأة الحامل وبالأخص مواليد برج الحوت، أشدد على أنه تحافظون على نفسكم في هذه الفترة وما تعرضون نفسكم لأشعة الشمس أو الخروج خارجاً أساساً. إحنا مدى نحس بالطبيعة هذا. وللكسوف والخسوف مثل ما قلت وراح أبقى أقول ميزات سبحان الله، اكثروا. ليش يكثرون بها الأذكار؟ يكثرون يمكن كانوا بها الأذكار من صفعة يخافون ويشوفون هيك في الظاهرة طبيعية يصيبهم الخوف فيبدون يصلون. إحنا ما نحتاج إلى هذه الظاهرة حتى نصلي، لكن هناك أذكار معينة تصلى، وفي كل ديانة مقدسة هناك أذكار وصلوات تتلى في هذه الفترة حتى سبحان الله يمنع في هذه الفترة، يحرق بدون أن يعرف الإنسان. يعني أكو فد شخص عليه فد عمل شرير في الأرض رح يحترق من يمه، يعني سبحان الله رح ينقذ كثيرين من الأعمال الشريرة، من أعمال السحرة، من أعمال الحسد والنفس. فيذكرون الأذكار يقول لك يا ربي بجاه هذا الشيء أو الظاهرة التي جعلتها رحمة للآخرين، اللهم نجينا من كل شر، من كل عين، من كل حسد، من كل نفس، من كل عمل شرير في الأرض وباطن الأرض، لأنه سبحان الله من عنده دا يحرقها، دا يخلص الكثيرين من يعني يمكن يكون ناس ناوين شر الناس وأكو قسم يعني يتبعون هالأشياء، فمن الله من عنده سبحانه عز وجل يهلك هالأشياء. هذه ميزة، فنذكر هالأذكار ونقول يا ربي إن شاء الله هذه ظاهرة تتجلى بقوة الرب سبحانه عز وجل خالق الكون كله وخالقنا، وإن شاء الله يعديها الفترة بخير وسلام. وما أتمنى إلا أنه في هذه الفترة للجميع السلام، لكن أكو هناك فد أشياء لكل برج ننبه عنها، لأنه أكو الكسوف دا يتم في برج مائي، فيعتبر برج السرطان فد مكان معين أو محور معين في حياة الآخرين، يكون له فد موقع معين ننبه منه في هذه الفترة. نأتي الآن إلى هذه التنبيهات. التنبيه الأول إلى مجاميع، وبالأول إلى مجاميع الحمل الناري. عزيزي مولود برج الحمل الناري في هذه الفترة لغاية إن شاء الله ما نخلص من فترة الكسوف، إذا كان عندك شغلة تخص بيع أو شراء، عقار أو تحويل من مكان إلى مكان آخر، أو هجرة تبيين مكان، أو معاملات تخص الهجرة ما راح تكون ماشية، راح يصيبك بيها فتشيء من العقلات، يفضل أنه بعد الكسوف الشمسي تتممها. هذا من باب، من باب آخر راح تشعر بطاقة، طاقة جسمك شوية تضعف، هذا فشيء طبيعي. راح تشعر بصداع لأنه أنت طبيعتك كهربائية، الطبيعة الكهربائية راح يصير عندها نوع من الصداع أو الأرق كطبيعة برج الحمل الناري، يعني هذا ترى تأثير الكسوف الشمسي، يعني لا تستغربون أو تروحون تتراكضون للمستشفيات أنا شبية. أنتوا مجاميع برج الأسد ومجاميع برج القوس والدلو، يعني رح يصير أكو فد ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، فهذه الفترة ننتبه إلى مآكلنا جداً، ويعني الانخفاض خصوصا هسه اللي ما عنده مثلا اللي ما عنده شيء. اوكي خلي استقبل رواء واكمل حديثي وياكم. تفضلي رواء. نعم صباح خير بالجنان. صباح الورد بنتي. انا ام عباس. ام عباس هلا وشلونك؟ هلا يا قلبي، اهلا ام عباس. حبيبتي مشتاقه لك هواي يا قلبي يا غاليه، تشكر. انا طافي الكهرباء كنت ادعي هواي الفقره مالتك وسبحان الله جت الكهرباء. نعم بالجنان. انا اريد اصبح موالي برج الميزان.
شلون صرتي هسه؟ والله في الجنان بعدني نص ونص على الجوزة، لان من فترة العيد الجاي هو مريض، هذا زوجي ابو عباس مريض كلش في الجنان. يابا ماما هذا حالته نفسية، مرض نفسي، يعني مو ما عنده مرض نفسي بس ايش قد ما مضغوط صحته دا تتراجع المسكين. في الجنان يشكي من رزقه وريد على برج القوس عن صحته وعن العقرب، عرفت فجوة في الجنان. لا يا حبيبتي لا يا الغالية تدللين مية هلا حبيبتي، تابعيني على راسي شرفني. يا ريت هسه في الجنان لا تطفي الكهرباء حبيبتي، تدللي حبيبتي يا الغاليه اسم الله، ليش لا تروحي لي فدوه تدللين. مية هلا مية هلا ام عباس. منو؟ ها اهلا رواء، هسه جتي رواء. اهلا رواء، صباح الخير بنتي. مية هلا بنتي العزيزة. والله من جواتي حاط السجن، أنا هالأيام قلت الأسد شوية مدهورة عندي الأمور. وذاك اليوم لفت من وديتك الأبراج ما رديتني ليش بصورة صحيحة، يعني غلطت بالأرقام. تفضلي على العموم. لا بأس تفضلي. رواء قلبي. رواء. وينها رواء؟ رواء بنتي. على العموم لا بأس إن شاء الله، حكت عن الأسد فراح أتحدث عن الأسد، هذا اللي قفته من الاتصال، يعني اللي قفته من الاتصال خلي أحكي عن الأسد إذا يعني مع اعتذاري إلى يعني انقطاع الاتصال بنتي العزيزة، إن شاء الله أرد عليك قدر المستطاع. إذن كنا نتحدث عن مجاميع برج الحمل الناري، وقلنا هذه الفترة غير مناسبة للانتقال من موقع إلى موقع لبيع أو شراء عقار، هي كم يوم، هي كم يوم، يعني قلت من 2 إلى 5، وبعد ذلك أكو فترة خسوف قمري من ناخذها من 15 إلى 19. هذه الفترة نحاول في هذه الفترة أنه من تمم هالأمور راح تحسون مثل ما قلت لكم طاقتكم، أكو قسم من عندكم راح يرتفع أو ينخفض عند الضغط بين ارتفاع أو انخفاض، فهذه الفترة ننتبه جدا إلى مآكلنا، ننتبه إلى صحتنا، ومثل ما ذكرت لكل الأبراج عواطفنا لا نستطيع أن نسيطر عليها، فلما راح يصير مثلا فتس اي شيء معين او اي ظرف يمسنا احنا نحاول قدر المستطاع انه نحافظ على رباطة الجأش وما نتخذ فت قرار متعب. قلت هاليومين ان شاء الله اني اخصصها لاعطاء التوقعات العامة على وقتي، اتصور اجاوب على ام عباس، وكان عندي ايضا نزيهة ام امير تريد التوافق بين 4/7 و19/12 و22/3 و22/2 و1/1 و26/10. حبيبتي أم عباس، المواليد أم عباس مواليد برج الميزان، الفترة الحالية من راح تنتقل الكواكب إلى برج الأسد راح تشعرون بتحسن أكبر. بنتي العزيزة صبري وصابري، راح يكون وضعك هواية صحي أحسن، فرصة للاستشفاء، راح يدخل المريخ يترك برج السرطان المؤثر وينتقل إلى برج آخر اللي هو الأسد بيوم الكسوف الشمسي، وكذلك عندنا الفترة المقبلة. أنت المهم عليك هسه تحافظين على طبيعة غذائك وتاخذين دواج، وحاولي قدر المستطاع أنه هالقلق اللي أنت عايشة به شوية يعني خففي عن نفسك. سبحان رب المجد، سبحان رب المجد يهدي يعني مثل ما يقول نفسك، لأن أنت هل الأمور اللي تخص الجهاز الهضمي ترى كفيله بالعصبيه، انت شايله درد الزوج وشايله هم الاولاد وشايله هم هالاشياء، بس كلش يعني زايد عن اللزوم. بنتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت مهمه في اسرتك ويجب ان تنتبهين الى صحتك ماما، جد مهمه، الام
يعني تتعوض؟ يعني هاي بس فكريها، كيف ممكن انه تتركين القلق هيك ياكل ويشرب بيج؟ المهم هالاشياء كفيله، الرب سبحانه وتعالى يحفظ عبيده كلهم ويحفظك ايضا. بس عندك فد بشره حلوه انه صحتك راح تتحسن وصحه الزوج كذلك راح تتحسن، لا تخافين. مع مغادره المريخ برج السرطان وانتقالته الى برج الاسد، بس عندنا هالفتره كفيله شوكت بالتوقع العام، احنا مو يعني نتدخل بالامور الالهيه بس كتوقع، لانه الرب سبحانه وتعالى يعجل بالخير ولا يؤجل. فعندك الفتره راح تبدي من 20/7 هذه الامور راح تبدي تتحسن، الزوج راح يتحسن، صحتك انت راح تتحسن، الـ الـ الابراج اللي انطيتيني اياهم كلهم راح يكونون اكثر مثل ما يقول ارتياح. فيا بنتي يا عزيزتي الفتره بسيطه، ناخذ حذرنا، ناخذ علاجنا، ندير بالنا شويه على نفسنا، ضروره من ضرورات الحياه. ترى الانسان لو يشعر انه هو فعلا مهم لاهله ولناسه ما يترك نفسه لهالقلق وهالتعب. حبيبتي بشري خير، وهالامور مكفوله بكم يوم ان شاء الله، ديري بالك وحافظي على نفسك. بالنسبه الى الـ اذا عنده الزوج معامله تعيين، فان شاء الله الفتره المقبله مع دخول المريخ والشمس الى برج الاسد، مولود برج الجوزاء راح يحصل على عمل، وان شاء الله الرزق راح يكون افضل بكثير من الفتره الحاليه، افضل بكثير. شهر الثامن كفيل ب يعني انفراجات، راح يرتاح هو وانت راح ترتاحين، بس لا تحملون نفسكم اكثر من طاقتها. انظروا الى اولادكم او يعني انظروا الى نفسكم، وان شاء الله الرب سبحانه وتعالى يدخل السلام في نفسك ويشفيك ويشفي جميع مرضانا الاعزاء. شوية أخذي الأمور بهداوة، وصلت الطريق نهايتها، بقالكم شوية وإن شاء الله عينه خير. ها عيني؟ أوكي. أرجع إلى نزيهة تقول أني 4/7 أريد التوافق ويا 19/12 و22/3. 4/7 و19/12، 4/7 مولود برج السرطان المائي، و19/12 مولود برج القوس الناري. المائي أول واحد والثاني ناري. برج السرطان وبرج القوس يعني نسبة التوافق بيناتكم هي 58%، هي نسبة مقبولة 58%. مولود برج السرطان يختلف عن مولود برج القوس. برج القوس بالفترة الحالية ممكن ده يستشعر بشيء من الظروف والضغوط، وكذلك مولود برج السرطان. هل اثنين من يعني هذا مضغوط يعني او دي يشعر بضغوط او في الظروف ضاغطه حتى قد تكون صحيه، وهذا الثاني ايضا نفس الحاله، فهل اثنين من دي يلتقون او دي يصير بيناتهم فد يعني فد شد او فد حديث او اي مشكله دي تبدو كانها كبيره كالجبل؟ ماكو يعني مع الضغوط اللي دمر بها والحياة والظروف، يعني الإنسان يمكن يكون في تمام راحته، لا أبدا. فيا حبيبتي هذه الفترة يحتاج من عندكم صبر، وديمومة العلاقة مع مدة الزمن راح تختفي، أكو فد أشياء إيجابية راح تحصل في حياتكم. لا تحاولين في هذه الفترة إلا أن تكونين أنت الشخص اللي يمكن يحتوي الآخر، لأنه هو يعني شوية نوعا ما متضرر فلكيا. حاولي قدر المستطاع أنه تكونين بجنبه، وهذه الفترة راح تنتهي. شهر الثامن راح يتعدل كوكب المشتري، وهناك الكثير من الوضعية الكواكب راح تكون بصالح القوس، فالحياة ممكن انه تكون افضل بكثير يا عزيزتي. 22/3 مولود برج الحمل، و22/2 الحوت. الحوت والحمل، الفترة الحالية تقول انه
شهر السابع هؤلاء عندهم نقلة معينة في حياتهم، قد ينتقلون من حال إلى حال، لكن هذه الفترة نتيجة للخسوف والكسوف القمري شوية تخفف هالأمور. نعزو إلى ذلك الأسباب أنه راح تكون الأيام الفايتة يعني اعتيادية، ليس فيها تأثير قدر أنه ممكن كان يحدث هالأمور، النقلات أو يعني الحياة اللي ممكن أنه يتسم بها البيت الرابع بالنسبة لهم، لكن نتيجة للكسوف والخسوف الشمسي والقمري اللي راح تحدث في برج السرطان اللي هو هذا الموقع بالنسبة لهم، فهذا يعزو إلى أنه راح تفوت الحياة الطبيعية. ننتبه إلى وضعنا الصحي، وإن شاء الله على انتقالة الكواكب إلى مواقع أخرى راح يكون أفضل الحال بكثير. فنش طيب إن شاء الله مثل ما ذكرت خلصت وياكم برج الحمل وتحدثت شوية على تأثير الكسوف والخسوف. بكرة إذا الله راد نكمل بقية الأبراج حتى نكون إن شاء الله قبل الكسوف انطينا التوقعات العامة بشكل عام والمواقع اللي ممكن أنه تكون شوية ننبهكم عليها من هذا الموضوع. أنا أشكركم وأشكر متابعتكم أحبائي، أتمنى لكم إن شاء الله نهار مبارك ومليء بالسلام بالطمأنينة بالراحة، وكذلك إن شاء الله ربنا يبعث في قلوبكم إنه السلام وتقضون الليل مع وافر من البركات الإلهية. أشكركم جداً.